جولة داخل منطقة سجون برج العرب أتاحتها وزارة الداخلية للحقوقيين والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب لمشاهدة الأوضاع داخله والاطلاع على الأساليب العقابية الحديثة لتأهيل السجناء وما يتعلق بالرعاية المقدمة لهم في كافة الجوانب. هنا مستشفى السجن التي لفتت انتباه الزائرين بتجهيزاتها الكبيرة من تقنيات حديثة وأطباء على أعلى مستوى يستطيع السجين التوجه إليها لتلقي العلاج اللازم في التخصصات المختلفة دون أدنى تأخير، بينما داخلها خصوص عنبر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار مراعاة حقوقهم وإنسانيتهم. تمكنا من ان احنا نقعد مع بعض المسجونين واتكلمنا عن احوالهم. احنا دلوقتي قدام منطقه السجون، منطقه المستشفيات، وتمكنا ان احنا نخش جوه. دخلنا على الاقسام المختلفه، شفنا المسجونين وهم بيتعالجوا وتلقوا علاج على اعلى مستوى. اللي بيغسل لنا بيتصل بينا وعن طريق العنبر وبيطلعونا الساعه 8 الصبح او 8 ونص. باجي هنا للاستاذ حمدي مستنيني وبيغسل لي. انا عندي الام في الظهر من تحت اسفل الظهر هنا، بعمل تمارين بتابع هنا مع الدكتور هنا مرتين في الاسبوع، علاج طبيعي للظهر، مفيش اي تاثير. واي وقت عايز اطلع المستشفى بطلعه. جولة شملت عنابر النزلاء وأماكن ممارسة الرياضة ومشاهدة لمباراة في كرة القدم بين فرق تمثل عنابر السجن وأخرى للكرة الطائرة، لتمتد الجولة إلى ورش الأثاث الخشبية التي يتم تأهيل السجين فيها ومنتجاتها، إضافة إلى التجهيزات المعيشية الخاصة بالنزلاء من مطبخ وفرن وغيرها. وفي أثناء الجولة قام الزائرون بالحديث مع النزلاء الذين أشادوا بما يقوم به قطاع السجون من تقويم لهم وإصلاح وتأهيل، إضافة إلى مراعاة حقوق الإنسان. اختبروني الأول، قلت لهم أنا شغال في سياحة وفنادق وخريج سياحة وفنادق، فعملوا لي تيست هنا، اختبار هنا في الكافيتيريا، والحمد لله نجح وتمام، اتصنعت في الكافيتيريا هنا والأمور ماشية معايا كويسة ومفيش أي مشكلة. ليا زيارة كل 15 يوم وبطلع ساعتين كل يوم الترايب. قدمت طلب التصنيع واشتغلت صناعي هنا في المطبخ وتعلمت حاجات انا كنت بره ما اعرفش عنها حاجه. بنتغير 3 ايام في الاسبوع وبنطلع ساعتين في اليوم يوميا بينا وبين بعض، العنابر والمجموعات بينا وبين بعض. بعد انتهاء الجولة أكد الحقوقيون والإعلاميون وأعضاء مجلس النواب أن ما شاهدوه يعبر عن سياسة واعية تنتهجها وزارة الداخلية تجاه السجناء، هدفها الأساسي التأهيل والإصلاح ليعود كل هؤلاء نافعين في مجتمعهم بعد انقضاء العقوبة. المكان مهيأ فعلا، ما متوفر فيه تقريبا كل الحاجات اللي نص عليها قانون رقم 10 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي هي تهيئة العنابر، المطاعم موجود، رمبات للمستخدمين الكراسي المتحركة، معمول عنبر خاص لذوي الاحتياجات الخاصة متوفر. يعني احنا شفنا كل فرد فيه متوفر ليه كرسي متحرك، فينا بعض الناس بتستخدم اجهزه تعويضيه، فاعتقد ان يعني ما فيش تقصير من ناحيتهم خالص. يعني بشكر وزاره الداخليه على الاستجابه السريعه لمناشدتي احدى برامج التلفزيون لزياره سجن برج العرب، وبالفعل استجابوا فعلا، ولما جينا وشفنا وراينا الحاجات اللي هم بيتكلموا عليها واللي بيصوروها احدى البرامج او احدى القنوات المعاديه للدولة، لا احنا جينا وزورنا وشفنا المعاملة الآدمية للسجناء، شفنا المطابخ والأكل وإمكانياته والحاجات دي كلها شفناها. لا الحاجات دي غير اللي هم بيقولوا عليها وغير ان هم بيشودوا المنظر عليها. لا انا بشكر وزارة الداخلية على اللي احنا شفناه. هكذا تؤكد وزارة الداخلية ومن خلال هذه الجولات الميدانية بالسجون المصرية أن الشفافية منهجها في إطلاع الجميع على سياساتها العقابية في السجون والتي تناسب كافة المعايير الدولية.